السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أحبائي في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. حابين اليوم نشارك حضراتكم زراعة ورعاية شجرة الإسكيدينيا. الإسكيدينيا أو البشملة، بوصاع، مزاح، مشملة، بشملة يابانية، لها أسماء كتير جدا يا جماعة، ولكن أشهر أسماء لهذه الشجرة هي البشملة أو الإسكيدينيا. الشجرة هذه يعني جديدة على الشرق الأوسط ومنطقة الوطن العربي، أساسها مش من هنا، لكن الحمد لله بدأت تنتشر وتكتر عنا خالص في الشرق الأوسط وفي مصر والشام. أساسها من جنوب شرق آسيا قلنا، خصيصا اليابان، عشان كده أشهر وأرقى الأنواع منها وألذ طعم البشملة اليابانية. الشجرة هذه ليها شوية خصائص وطريقة زراعتها نتكلم عنها على السريع إن شاء الله مع بعض، وأشارك حضراتكم المعلومات. الشجرة هذه يا جماعة أنا جبتها من أخويا، عنده شجرة كبيرة في حديقة منزله، فيعني ركزوا معايا، بيقع ساعات من هذه الشجرة البذور، ممكن البذرة تكون مستوية، يعني إذا البذرة نضجت واستوت ومحدش أكلها ووقعت تحت الشجرة وأنبتت شتلة صغيرة، يعني الثمرة ناضجة، وممكن ناخد منها البذرة ونزرعها، أو إن البذرة وقعت تحت الشجرة عشان نضجت ومحدش أكلها. المقصد كلامي، الهدف إن لازم تكون الزراعة من البذرة، البذرة تكون ثمرة ناضجة. يعني لما رحت لأخويا أزوره لقيت عنده شجرة كبيرة وفي تحتيها شتلات، الشتلات هذه من الثمار اللي محدش أكلها ونضجت ووقعت على الأرض، فالبذرة اللي جوا الثمرة ناضجة تصلح للزراعة، عشان كده أخذت منه الشتلة هذه. هذه كده عمرها داخلة في السنة الثانية، بقالها سنتين عندي برعيها. الشجرة هذه يا جماعة بسمدها من ناحية التسميد، يعني كل حوالي 3 شهور مرة، لكن في فصل الشتاء وفي الربيع بسمدها بزيادة، وسماد بلدي عادي جدا. يعني الشجرة هذه طول السنة من بعيد لبعيد عندي الجذر بتاعها الساق، بتديها شوية سماد خفيف خفيف، وكل الأسمدة مفيدة ليها، سواء أسمدة بوتاسيوم، إن بي كي، فوسفور، فوسفات، حديد، كله على الخفيف الخفيف مفيد جدا لهذه الشجرة الرائعة. لكن التسميد البلدي بمخلفات طيور أو أغنام بعمله مرتين في السنة، وبشوف على طول بلاحظ إزاي التقوى، يعني كان طولها لا يتعدى لغاية هنا السنة اللي فاتت حوالي 30-40 سنتي، بمجرد ما بتديها التسميد التقيل اللي بيكون في الشتاء بالذات وشوية في الربيع، يعني مرتين اتقال في السنة، وبعد كده كل شهر بتديها دايما أكل وشرب يعتبر كمحاليل أو أسمدة خفيفة خفيفة. لكن السماد التقيل هو اللي بلاحظ على طول إنها بتنمو وتكبر معايا يعني بسرعة. فزي ما حضراتكم شايفين، لو بصينا هنا على الفرع الرئيسي فوق، شوف ازاي الجو دلوقتي حار، مع اني انا زارعها في مكان يعني شمس يتخلل الظل، يعني هي ما بتحبش الشمس المباشرة ولا بتحب السقعة، بتحب تربة معتدلة لا مالحة ولا يعني لا حامضة ولا قاعدية، وسط. وحتى لو التربة عندك مش كده استصلحها يا جماعة. فالشجرة هذه بتحب تكون مزروعة بعيدة عن الشمس المباشرة، يعني زي شبيهة بشوية بين نباتات الزينة، وفي نفس الوقت بتحب انك ترويها ري منتظم وتهتم بها شوية، لان الشجرة حساسة نوعا ما. شوف زي ما حضراتكم شايفين، مع ان ما فيش عليها شمس، لكن دايما في وقت الظهر والعصاري في الصيف بتلاقيها بالشكل هذا، شوف نايمة كيف، لكن هتيجوا بالليل سبحان الله بتلاقوا الفرع هذا واقف وقفة غريبة كده متصلب، والأوراق هذه كلها بتتصلب، يعني هي بتحب الجو اللي هو لا بارد ولا سخن. يعني شوفوا الجو فترة المساء بيبقى كيف، هو هذا الجو المناسب ليها. هنزرعها يبقى نزرعها في مكان معتدل، التربة معتدلة، السماد معتدل، الري معتدل، كل مثلا 3 أيام بسقيها مرة، أنا بما إن التربة رملية وجيدة الصرف وفيها السماد البلدي اللي أنا بحطه، فدايما بسقي وبخفش، بسقيها بزيادة بس، لكن كل 3 أيام مرة. فهتشوفوا شوف الأوراق كيف يا جماعة، بالليل بتلاقوها نشطة وواقفة ومتصلبة حتى الأوراق، يعني ما شاء الله نادر جدا لما تصاب هذه الشجرة بأي حشرات، أو دايما أوراقها نظيفة ومخضرة وبهذا الشكل. الشجرة دائمة الخضرة،
يعني دايما هتلاقوا الشجرة هذه طول السنة في خضرار تام معاكو، ينفع زراعتها في، خلينا نقول دايما يعني في الخريف، في نص الخريف أو في الربيع، وأنا أفضل الربيع. لو عايز تزرعها هتزرعها من بذرة، إذا البذرة تكون من ثمرة ناضجة، زي أنا أخذتها من تحت شجرة أخويا من شتلة، من ثمرة فيها بذرة ناضجة، تمام؟ تنفع إنها تزرع بالعقلة، تنفع بالترقيد الهوائي، وأفضل معاد خلينا نقول في الربيع يا جماعة، تمام؟ في الربيع. شوف الحرارة، رغم إن ما فيش شمس وصلها بتأثر عليها بما إن الجو حار، إذا بتحبش الحرارة الزايدة، ولا الأماكن اللي دايما فيها مية وأمطار. يعني حتى لو هتزرعها في مكان بلاش في الشتاء تكون دايما عليها المية نازلة على الأوراق، أوراقها مفيدة جدا يا جماعة، يعني شبيهة بالجوافة، ممكن نستخدمها في علاجات كتير، الكحة والسعال وما شابه. مش عايز أقول لكم على ثمارها، قمة الروعة، طعمها رائع، شبيه بطعم يعني بين الخوخ والمشمش، عشان كده بيطلق عليها برضو المشمش الهندي. أنصحكم لو عايزين تزرعوها ابعدوا عن الأنواع اللي مدورة، يعني في منها كذا نوع، يمكن 10 أشكال وطعم مختلف. لو رحت تجيب من مشتل كون ثقة إن هو الراجل يقول لك دي مطعمة أو بتثمر، ولو شايف واحدة مثمرة ياريت تاخده اللي شبه الكمترة، اللي هي يعني طويلة لتحت شبه الإجاص الكمترة، بلاش تاخده المدورة. أطعم شيء فيها اللي مطولة لتحت زي حباية الكمترة، هذه اللي هي البشملة اليابانية أو الاسكندنية اليابانية، فبنصحكوا يعني اتنقوا كمان النوع اللي طعمه رائع. بما إني زرعت هذه من البذرة وهذه تاني سنة ليها، بنسبة 90% ممكن ما تزهرش ولا تطلع ثمار. احنا دلوقتي داخلين على الخريف اهو، المفروض انها بتزهر في الخريف وبتثمر في الربيع، فاني داخل على مرحلة الخريف وهبدأ اشوف الافرع هذه كلها جديدة، يعني اللي طالعين الثلاثة هدولة خلال الشهر اللي فات مع هادي مع هذا كله طلعوا جداد. هنبدأ نشوف حصل في الحتت هادي معايا السقان زيادة في فصل الخريف وبدأت تزهر خفيف خفيف كأول مرة، ماشي. ما حصلش هنستنى عليها باقي السنة الثانية، وهاجي أقص وأطعم من مشتل ثقة يكون عنده شجرة مثمرة من هذه الشجرة البشملة أو الاسكيدانية. ما كانش بتطعم بأي شيء من العائلة الوردية زي السفرجل، ممتاز جدا معاها، ولكن أنا بأفضل أني برضو أدور على بشملة زيها بالضبط من النوع المطول اللي قلت لكم عليه شبيهة بالإجاص أو الكمترة. ولو ما أثمرتش معايا ولا ظهرت في الخريف ولا أثمرت في الربيع، إذا كله بيرتبط بالخريف إنها تزهر، زهرت يبقى إن شاء الله هتثمر معايا، لكن بنسبة 90% ممكن البذرة ما تدينيش تزهير أو ثمار، فهستنى عليها. ما كانش بنقص وبروح أجيب تطعيم من المشتل من شجرة تكون مثمرة وممكن تنقي كمان الثمار الأفضل. يبقى نسقيها كل 3 أيام مرة، تسميدها كل شهر اديها تسميد خفيف، وتعالى في الخريف وتعالى في بداية الربيع في نهاية الشتاء سمدها بزيادة. لو ما عندكش اي سماد غير السماد البلدي اديها سماد بلدي بنسبة كبيرة، بالذات في اخر الشتاء يا جماعة، تمام؟ يبقى كده قلنا اغلب الحاجات عن هذه الشجرة الرائعة، بنصحكم بزراعتها البشملة او الاسكيدانيا، طعمها قمة الروعة، بدوقها عند أخويا لو دقتوها بصراحة طعم قمة يا جماعة، يعني زي المشمش على أجمل، أو زي الخوخ أو الدراق على أجمل، يعني تحس إنها كوكتيل واخدة من سنة من المانجا، طعم لذيذ، لكن مش طعم بلادنا، هي شجرة أسيوية أساسها اليابان، فيعني بنصحكم بزراعتها. خلاص تزهر في الخريف، تثمر في الربيع، تزرع من البذرة لو الثمرة ناضجة وبذرتها جوا ناضجة، يعني شتلة زي ما أنا أخذتها من أخويا بما إني لقيتها ثمرة ناضجة قلت إن شاء الله ممكن تطلع معانا. يبقى قلنا طريقة الري كل 3 أيام مثلا، برضو شوف أنا محافظ على كل 3 أيام أسقي، وساعات بغسل الورق خفيف خفيف من بعيد لبعيد فترة المساء، السقاية كل 3 أيام، بسمدها كل فترة خفيف خفيف، ومرتين اتقل في السنة في الخريف والربيع، تنفع من البذرة وممكن تزهر معانا، يعني في ساعات البذرة الناضجة بتطرح وممكن تكون تمام. ويا جماعة الشجرة هذه خنثة، يعني بعدين لو تلاقوا الزهور والثمار هتطلع، ممكن هي تلقح نفسيها، تلاقي فيها الذكر والأنثى مع بعض الثمار، فإن شاء الله لو اقتنيت الشجرة
وواثق انها تكون شجره من شجره مثمره سواء عقله او شتله او بذره مطعمه، اذا انت كده في التمام وان شاء الله هتديك افضل الثمار. يبقى خلاص اتكلمنا عن اغلب الحاجات، فوائد هذه الفاكهه لا تعد ولا تحصى، فوائدها رهيبه جدا ومش عايزين نتكلم عن الفوائد يا جماعه، لو بحثتوا هتعرفوا. زراعتها سهله، الاهتمام بيها سهل، شكلها قمه الروعه في البيت ما شاء الله، دائمه الخضره وزي ما انتم شايفين كده شكلها لذيذ، وهذه تاني سنه ليها وما شاء الله بدات تكبر معايا. التسميد والري بيبان عليها على طول، دايما بتلاقوها بالليل بالشكل اللي قلت لحضراتكم عليه، يعني يافعه دايما، فتره النهار هزيله، فتره الليل بتلاقوها هذا كله يافع والاوراق متصلبه وواقفه. فاختاري لها مكان يكون شمس يتخلل الظل، بلاش شمس مباشره ولا ظل دائمه. اتمنى يا رب المعلومه تكونوا استفدتوا منها ويكون الفيديو نال الاعجاب. انصحكم بزراعه البشمله او الاسكيدانيا يا جماعه، قمه في المذاق الرائع يعني بصراحه، وشكلها رائع جدا ومش محتاج اهتمام زائد الا زي باقي الاشجار طبيعي، لكن نعرف بس نتعامل معها ازاي عشان حساسيتها، وانها شجره اساسا ليست من دول العرب، يعني جايه من جنوب شرق اسيا علينا. فيا رب تكونوا استفدتوا بالمعلومه، وان شاء الله ما نكونش نسينا حاجه عن زراعه هذه الشجره الرائعه. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه مستقبليه. كان معاكم اخوكم نعيم حجاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.